كتير رجاله كتير كويسه جدا. كم واحد ما ممكن نعدهم الشباب البنات؟ كم واحد كنيكه دي؟ اقول لك كم واحد يعني لو عايزين تعرفي الراجل النكه دي كم واحد ممكن 15 لا 16. كم واحد كويسين؟ لا كتير يا فندم، لا كتير. 15 16 20 من مجموع الشعب المصري ولا مجموع الراجل النكه دي؟ لو انت مسميه الراجل الحازم النكه دي لا ما سميهوش. تمام، لو الراجل صاحب القرار ملوش علاقه نكه دي. انا سالت حياتك سؤال، احنا عايزينه كده. سالت حياتك سؤال، مين اكتر زعيقا او زعيق في البيت؟ طيب. مين اكتر صوته أسباب. اعلى في البيت؟ الست بأسباب. مين سبب المشكله في البيت؟ جاوبيني. كل كيس لها حاله، فمش هقدر اعمم مقصد كلهم. مش كل ما اكلم حضرتك تقولي كل كيس كل ماشي الست اكتر بس. انتوا قلتوا الراجل كله نكدي والراجل كله هي حتى لو هي بتزعق هي بتزعق ممكن يكون لهم الاسقاط. الست انا يعني بيجي لي ناس تقول لي انا كان عاجبني انها هادي قوي ورقيقه وصوتها واطي، بس بعد ما جابت ثلاث ولاد وهو بيخش بيته الساعه 9 بالليل يخش يلاقيها بتزعق، فهي صوتها بقى عالي في البيت. طب ايه السبب هنا؟ ان هي شايله المسؤوليه 24 ساعه طول اليوم. الاب ممكن احيانا ما يكونش عارف ولاده في سنه كام او امتحاناتهم امتى، ما يعرفش حاجه عنهم، فهي اللي شايله العبء كله. لما يخش بقى يلاقيها صوتها عالي بتزعق على الاولاد، نلتمس العذر. صح، ما انا شايل انا شايل ايدي، انا كل اللي بعمله بشتغل وبجيب فلوس بعيد عن المشاكل اليوميه وما بردش على التليفون طول اليوم لحد ما برجع بيتي بجيب فلوس، وهي اللي بتربي لي الاولاد. يعني دي ليها قمه التقدير، هو ده. فما اجيش اقول لي بزعق ليه في البيت، دي حاجه. اوكي، تاني حاجه، مين اللي مين اللي بيجيب بقى مشاكل في البيت؟ ما فيش حاجه اسمها الراجل بيجيب او الست بيجيب. ده اللي انا اوصل له. اوكي، ده انا اوصل له. ما فيش حاجه اسمها راجل نكدي على طول الخط، ولا ست نكديه، مفيش حاجه اسمها ست نكديه على طول الخط. هو في قاعده ليها شواذها، ان ساعات بيبقى راجل، انا معاكي، ساعات يبقى بينكد لاقل سبب، بيبقى هو اصلا عنده مشاكل ومش قادر يحلها. برضه الست بس انا بقى لما بتيجي تنكد بتحصل منها نكد، صح ولا غلط؟ ولا انا بقول اي كلام؟ احنا فصصناهم. صح، اللي انا بفصصه ده اللي انا عايز اوصل له، ان مفيش حاجه اسمها كل صفاته. يعني عايز اقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها راجل كل صفاته النكد، مش كل صفاته. لا يمكن. بس لو هو عنده بعض الصفات اللي قلنا عليها دي نخلص من الجزء ده. انا ما بعممش في حاجه، انا بنقول في جزء من الرجاله نكدي، بس مش الرجاله كلهم، مش كلهم عنده بعض الصفات اللي راجل عصبي في راجل رومانسي في احنا بنفصص الشخصيات الرجاله وانماط الرجاله كتير قوي. ليه؟ ما هو طب برضه مش عاجبك ان في جزء من الرجاله كده؟ لا لا، انا مفيش خالص، انا معاكوا تماما ان في جزء زي ما في جزء عند المراه نفس الراجل. ماشي يا فندم، احنا بنيجي نتكلم على الراجل او المراه الاثنين، يعني ممكن يكون في واحده نكديه وممكن يبقى في راجل نكدي، وممكن طبعا يبقى ست عصبيه وراجل عصبي. طبعا المشكله كلها لما يبقى في راجل عصبي وست عصبيه، دي الكارثه. طبعا دي الكارثه. لكن لما بيحصل توازن بين الاطراف بيبقى هنا حاجه كويسه. لكن لما هما الاثنين سلبيين، سيبي بقى من العصبيين، لو هما الاثنين سلبيين تبقى مشكله برضو. لو هما الاثنين نكديين دي بقى الوباء. لا دي بقى طبعا.